لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغي المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن باب الجهاد نتابع أيضا الحديث من كتاب الجهاد، وكنا قد وقفنا عند الحديث التاسع. قال عن نافع رضي الله عنه قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: متفق عليه. وفيه: أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. قال عن نافع، ونافع هذا رضي الله عنه هو مولى عبد الله بن عمر، وهو من يعني الأئمة الكبار الأعلام في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار التابعين فنافع هذا يحكي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق. بني المصطلق هؤلاء الذين كان منهم أم المؤمنين جويرية بنت الحارث النضرية رضي الله عنها. قال: وهم غارون. وهم غارون أي فاجأهم غفلة، يعني بدون إعلان حرب ولا إنذار، وذلك لأنه كانت قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد راسلهم ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم أبوا ورفضوا، ولذلك أغار عليهم صلى الله عليه وسلم بغتة. وهذه مسألة في الجهاد أو في كتاب الجهاد، وهي مسألة يعني حكم قتال من سبقت لهم الدعوة، أو من بلغتهم الدعوة، مثل مثلا خيبر، يهود خيبر، هؤلاء كانت قد بلغتهم الدعوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمير الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الله. هذا كما يقول العلماء هذه دعوة بعد الدعوة التي سبقت. ومن هنا اختلف العلماء، بعضهم قال يجب إنذارهم مرة أخرى قبل القتال، واستدل بمثل حديث علي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر يهود خيبر مرة أخرى، وبعض العلماء قال لا يجب أصلا، لا يجب مطلقا، لأنه سبقت دعوتهم فقد بلغهم العذر. وأكثر أهل العلم على الاستحباب، والأكثر على استحباب إنذارهم أو دعوتهم مرة أخرى. وعليه فالحقيقة القول الأخير هو القول الأرجح، بل قد يقال أن الأمر يرجع إلى المصلحة، فإن رأى إمام المسلمين أن في دعوتهم مرة أخرى مصلحة كان ذلك أفضل، وإن رأى أن عدم دعوتهم هو الذي فيه المصلحة الأعظم كان ذلك هو الأفضل، فهذا الأقرب والله أعلم. ولذلك بنو المصطلق كان قد سبقت لهم الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبغتهم لأنه رأى المصلحة في أن يقاتلهم بغتة، مع أن يهود خيبر كانوا أقوى منهم وأشد، لكن هو كان يرى المصلحة هنا في هذا الوقت في تكرير الدعوة، وهنا رأى أن المصلحة ليست في تكرير الدعوة. نعم. قال أنه أغار صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر. وفيه: أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث كانت في السبي
بعد المعركة انتهت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم يعني رحمة الإسلام أنه لما وجدها بين السبي أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها زوجة له، عرض عليها الإسلام فرضيت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم رحمة الإسلام. وإلا البعض ربما يرى أنه لو كان أهينت ونحو ذلك هو الأنسب، لا، بل إكرامها إذا سمع بذلك أهلها وعلموا بذلك حتى لو كانوا بين السبي، علموا أن في ذلك يعني أو هذا الشيء يسرهم. لو افترضنا أن رئيس القوم نفسه في الأسرى وبنته معاه، وبعدين قائد المسلمين نفسه تزوج ابنته، القائد اللي هو الكافر ده هيبقى فرحان ولا حزين؟ بالعكس هيفرح، بدل ما بنته تبقى خدامة في بيت من البيوت فإنها تصير رقيقا للمسلمين، ولا ما تبقى عند رئيس المسلمين نفسه، ده ابتداء، فضلا عن أن في ذلك تأليف لقلوب المشركين، إن احنا ما بنهنش الناس، لا، ده بالعكس الإسلام الكريم بيحاول أنه ما يهنوش ويخضل الإسلام. ولذلك أسلموا جميعا بعد ذلك، أسلموا جميعا بعد ذلك. فهذا الحديث يقول الشيخ العثيمين يدل على جواز الإغارة على العدو بدون إنذار وجواز سبي الذرية. قال: أي ذرية؟ أي ذرية العدو، وهم النساء والصغار، ومن لا عقل له ومن لا رأي له ومن لا يستطيع القتال. وفيه فضيلة جويرية حيث اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين، ودليل على زواج أشراف الناس نسبا بمن جرى عليها الرق. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وتزوج من جرى عليها الرق. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين في المدينة يعني، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. قال: أخرجه مسلم. هذا الحديث الطويل فيه من فقه الجهاد الكثير في الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، هذه أعظم وصية، الوصية بالطاعة لله وتقوى الله، هذه وصية القادة للأمراء أن يوصوهم بطاعة الله تعالى، لا كما يفعل والعياذ بالله الفجار فيوصونهم بشرب الخمور وسماع الأغاني ونحو ذلك، نعوذ بالله، كما في جيوش الفجار والكفار والعياذ بالله. أما جيوش الإسلام فيوصى فيهم القادة بتقوى الله،
وأن يعني يقاتلوا بحقيدة الإسلام، وأن يقاتلوا بالإيمان الذي أعزهم الله عز وجل به. لذلك الروح المعنوية في يعني المعركة مهمة جدا، ولا بد يكون قبل القتال هناك جهاز تعبئة معنوي يحبئ المقاتلين المسلمين ويصور لهم القضية أنها قضية الإيمان والدين وكلمة لا إله إلا الله والجنة، وأنكم ترفعون كلمة الله، وأنكم إذا متم متم في سبيل الله، وأنكم تنالون الشهادة في جنة، أو الشهادة التي توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعند ذلك يقبل المقاتل غير هياب. لماذا؟ لأنه سينال إحدى الحسنين، إما النصر والظفر وإما الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولذلك يعني التعبئة للجيوش بالمعاني الإيمانية هذا أعظم ما ينبغي أن يفعل عند إعداد الجيوش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم، وأول ما يوصيهم بتقوى الله. إياكم أن تدخل المعاصي في صفوفكم، إياكم أن تنسوا أنكم عليكم واجبات لله، وإياكم أن تنسوا أنكم مسلمون وأنكم ترفعون راية الله وليست أي راية أخرى. فاجعلوا قتالكم هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ستنصرون على عدوكم بإذن الله تعالى. قال: أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا على اسم الله. اغزوا على اسم الله، يعني الشعار الذي تغزون به إعلاء كلمة الله. نحن نقاتل لله، نحن نجاهد في سبيل الله، نحن نخرج لقتال الكفار والأعداء في أي مكان في أي زمان لإعلاء كلمة الله، لا لإعلاء أسماء أشخاص ولا بلدان ولا مصالح، إنما لإعلاء كلمة الله. فإن كانت هذه هي النية وهذه العقيدة إن شاء الله يكون النصر، حتى ولو كان هناك فارق ربما في القدرة المادية. قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. شوفوا الأخلاق الإسلام. ولا تغلوا، الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ونحو ذلك، زي السرقة يعني. ولا تغدروا، لا تغدروا فيما بينكم، ولا تغدروا مع من عاهدتم. ولا تمثلوا، خلاص قتلتم قتيل لا تمثلوا به. ولا تقتلوا وليدا، الصغار لا تقتلوا الأطفال ولا الصغار. وأيضا في بعض الروايات: ولا امرأة ولا شيخ فان ونحو ذلك. يعني هؤلاء الذين لا قتال منهم ولا رأي، أما لو كان منهم قتال أو رأي قتلوا. يعني لو كان الصغير أو المرأة أو الشيخ الفاني أو الراهب في الصومعة له رأي، يعني بيدفع بيحث على قتال المسلمين أو نحو ذلك وله رأي، يقتل. وقد قتل المسلمون دريد بن الصمة يوم حنين، وكان شيخا فانيا لكن كان له رأي يدفع به المشركين ويحرضهم على قتال المسلمين. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، عندما تواجه الكفار ادعوهم إلى ثلاث خصال. قال: فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. أي واحدة من الثلاثة أجابوك إليها اقبل منهم. ما هي الخيارات الثلاثة في قتال الكفار؟ قال: فإن أبوا فأخبرهم أنهم، قال: ادعوهم إلى الإسلام، هذه أول واحدة، ادعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منه، دخلوا في الإسلام يبقى فتحت البلاد وصارت مسلمة كلها، فاقبل منهم.
ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار من دارهم إلى دار المهاجرين. هذه كانت في هذا الوقت، أما بعد ذلك فلا يشترط ذلك. يعني في الوقت ده كان القتال اللي هيدخل في الإسلام لازم يروح على المدينة يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كانت مركزية الدولة الإسلامية في المدينة وضعيفة، فلا بد من تقويتها. كل اللي يدخل في الإسلام لازم يروح المدينة عشان يدافع عن المدينة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإنهم أبوا، يبقى الأمر الثاني لو أبوا لا رفضوا الإسلام عليهم أن يدفعوا الجزية. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. يبقى ثلاث أحوال مع الكفار: دعوتهم إلى الإسلام فإن أسلموا كففنا عنهم، ثم إن أبوا الإسلام يعرض عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلهم المسلمون. هذا طبعا في زمن القوة والقدرة على ذلك. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم تخفروا إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. إذا حاصرت يعني قوما أو يعني حاصرت من المشركين حصنا فطلبوا منك أن تجعل بينك وبينهم عهد، وطلبوا أن تكتب في العهد هذا العقد على ذمة الله وذمة رسول صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل، وإنما قل هذا ما اتفق عليه أو هذا ما عاهد عليه فلان بني فلان أو القوم الفلانيين. يعني اجعله باسمك أنت. لماذا؟ لأنك قد تخطئ، فعند ذلك إن خفرت أي لم توفي بالعهد معهم لا يقال أنه خالف ذمة الله وذمة رسوله، إنما خالف هو شخص ما فعل هو نفسه. قال وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. لو عرضوا عليك وقالوا لك نحن نرضى بحكم الله الذي تقوله أنت، فقل لهم لا، أنا أحكم فيكم بما أظنه هو حكم الله، بما أظنه أنه حكم الله، هذا اجتهاد مني في أن هذا حكم الله. لماذا؟ لأنك لو أخطأت لا يكون هذا عندهم هو حكم الله، إنما خطأك أنت. هذا كله في الحقيقة يعني فيه أن الإسلام راعى في قتال الكفار والمشركين، راعى كل الجوانب، فإنه يعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم دفع المال قبل القتال، بل وإذا قاتلهم هناك العهود كذلك والمعاهدات ونحو ذلك. لذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم لا يبعث أميرا على سرية إلا أوصاه، وأوصى سريتهم بما يجب عليهم من الأحكام والآداب والفضائل، وكان أول وصاياه هي الوصية بتقوى الله وتصحيح النية وسلامة الطوية، وذلك بأن تكون غزوتهم مقصودا بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، ووجوب دعوة العدو والمشرك إلى إحدى ثلاث خصال: إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. قال متفق عليه. قال كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى يعني عرض صلى الله عليه وسلم، أو يعني أخفى وجهته. ورى بغيرها يعني أخفى الوجهة الأساسية، بحيث مثلا أنه إذا كان سيخرج إلى جهة الشمال مثلا لقتال
قوم في جهة الشمال، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج مثلا من جهة الجنوب مثلا، حيث يتوهم كل اللي يعرف أو اللي يسمع إنه هو مش رايح للقوم الفلانيين. هكذا نوع من الحنكة العسكرية والتخطيط العسكري في قتال العدو، بحيث إنه الأخبار ممكن تتناقل. يوم النبي صلى الله عليه وسلم أما يكون خارج غزو ما يقولش رايح المكان الفلاني، يبقى كاتم ده عن الناس كلها، بس عارفين رايحين قتال، رايحين قتال، فين مش عارفين. إلا يوم تبوك، إلا يوم تبوك. يوم تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قبليها بشهر ولا أكتر أعلن الناس كلها إنه هو خارج يقاتل الروم، وذلك ليه يعني أسباب كثيرة، من أعظمها طول السفر عشان الناس تستعد، ومشقة السفر والمؤنة والزاد والأسلحة والعتاد وكل هذا الكلام يستعده. ثم كذلك إن العدو كثير جدا عدده، فيتأهب الناس لذلك ويجمع أكبر قدر من الناس. ولذلك يوم تبوك لم يوري النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تورية النبي صلى الله عليه وسلم وإخفائه في المعارك الأخرى حكمة، وهي أنه كما ذكرنا أنه يعمي أمره عن العدو، حيث يباغت العدو أحيانا ونحو ذلك. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، يعني في الحرب افعل ما تشاء لخداع عدوك، هذا كله جائز. والكذب في الحرب على العدو جائز، لأن هذا يريد يعني محاربة الله ورسوله، ولذلك كل الوسائل متاحة مع العدو للظفر به. ثم قال وعن معقل أن النبي أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أولا إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. بان من ذلك أن أفضل أوقات القتال أول النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يخرج لقتال الكفار أو يغيب على الكفار ونحو ذلك، زي كده يوم بدر ونحو ذلك. فكان بعد ما يصلوا الفجر على طول يبدأوا القتال، ساعة فيها بركة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها، في ساعة فيها بركة في كل شيء. ولذلك الإنسان إذا أراد الحفظ في أفضل أوقات اليوم، إذا أراد أي شيء يعني يحاول يعمله في الأوقات دي، من أفضل يعني أوقات اليوم هي ما بعد الفجر، وقت البكور هذا. نعم. قال إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، يوم يأخر بقى القتال لغاية بعد الظهر، بحيث لما يقرب العصر كده يبقى الجو فيه برودة، ما يبقاش فيه إرهاق على المقاتلين. قال وتهب الرياح، يعني في نسمة موجودة، وينزل النصر، إن ذا مع أواخر النهار وإدبار النهار وإقبال الليل، ساعات رحمة، وهذه الأوقات وأوقات رحمة ودعاء، فيتلمس النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتال العدو. يقول الشيخ العثيمين وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمراعاة الأوقات المناسبة للقتال، وأن الغالب أن آخر النهار تهب الريح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس، وأنه متى كان الجو مناسبا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين، يعني الجيش الإسلامي رايح يقاتل المشركين، فيبيتهم يعني بغتة كده، يخش عليهم ليلا، يخش عليهم أول يعني طلوع الشمس، يخش عليهم على طول،
يبيتون، يعني يغار عليهم ليلا أو هم نائمون أو نحو ذلك، فيصيبون من نسائهم وذراريهم. يعني بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم طب لو احنا عملنا كده، قال هم منهم، هم منهم يعني ماذا؟ هم كفار مثلهم، لكن عند التفصيل أنه لا يقتل الذراري ولا النساء إلا إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في القتال، أما إن لم يكونوا يقاتلون أو لهم رأي فلا يقتلون، لا النساء ولا الذراري ولا المرضى ولا الشيخ الفاني ولا ونحو ذلك. طيب هنا تأتي مسألة في باب الجهاد مهمة جدا، وهي مسألة يعني التطرس ب يعني التطرس بالبشر، التطرس بالبشر. يعني مثلا المسلمون يذهبون لقتال الكفار، يوم الكفار يحطوا البشر دروع بشرية، يحطون دروع بشرية، هنا البشر بقى ممكن يبقوا على أكثر من وجه، يعني ممكن يحطوا البشر منهم هم، منهم هم، يحطوا أطفال ويحطوا نساء، يحطوا شيوخ، يحطون دروع كده قدامنا حيث لما تضرب يجي في الإيه، في النساء والأطفال والشيوخ دول، عارفين هم أن الإسلام بينهى عن قتل هؤلاء. وفي وجه آخر أن يحطوا دروع بشرية من غيرهم، مثلا من كفار ناس تانيين بس ناس مظلومين، بيننا وبينهم عهد مثلا، يوم يجيبوهم ويحطوا لهم دروع بشرية. وفي وجه ثالث ان يجيبوا مسلمين ويحطوهم دروع بشرية عشان احنا ما نقاتلهمش، لان في مسلمين حاطين لهم هم دروع بشرية. الله سبحانه وتعالى في فتح مكة فقال الله عز وجل لولا في الحديبية، فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. يعني إنه كان من ضمن اللي عملوا المشركين إنه هم تحصنوا ببعض المسلمين اللي كانوا مستضعفين عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هيدخل ما هوش عارف ده من ده، والجيش الإسلامي هيضرب، هيضرب كله. فدي كانت من بين المصالح إن النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يقاتلهم عشانها. الغرض المقصود هذه مسألة مطروحة بين العلماء في كتاب الجهاد، في الجملة أن العلماء تكلموا في هذا، وفي جملة هذا اختلفوا على قولين. قول يقول بعدم الجواز مطلقا إذا كانت الدروع البشرية مسلمة، إذا كانت الدروع البشرية مسلمة، يعني حطوا مسلمين بيتحصنوا بهم دروع بشرية. فطائفة من العلماء قالوا لا، لا نقتل المسلمين، ما نقتلهمش. وقول ثاني قالوا بالجواز إذا كان بقاؤهم على ذلك يهدد المسلمين، لو هم الكفار طول ما هم متحصنين بالمسلمين هيفضلوا يهددوا المسلمين، والمسلمين هيحصل لهم ضرر أكبر من مجرد قتل التروس المسلمة. قالوا أن يقتل حتى التروس المسلمة لتحقيق المصلحة الأعظم، وذلك دي مسألة شائكة جدا. طيب مسألة تانية، لو كان اللي هيتحصنوا بيهم مشركين لكن ليسوا منهم وبيننا وبينهم عهد، هذه أخف من مسألة المسلم، وبالتالي الخلاف فيها يبقى أخف. طيب إذا تحصنوا بذراريهم ونسائهم ونحو ذلك، دي أخف وأخف، إن ساعتها لو المصلحة تقتدي قتل هؤلاء يبقى هنقتلهم هم والذراري، لأنهم تحصنوا بالذراري عند ذلك والنساء والشيوخ ونحو ذلك. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يوم بدر ليخرج معه في القتال فقال ارجع، هذا الرجل كان مشركا وكان من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، فكان يريد أن يخرج معه حمية إنه هو من بني النجار والنبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار يعني أخواله، فكان يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حمية فقط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإني لا أستعين فلن أستعين بمشرك. هذه المسألة أيضا يعني مطروحة بين العلماء، وهي مسألة الاستعانة بالمشركين،
هل تجوز أو لا تجوز؟ فيها تفاصيل طويلة ليس الكلام يعني أو يعني المقام محلها، لكن في جملة أن العلماء يقولون على الراجح إذا كان يؤمن ولا ضرر منه فإنه يجوز الاستعانة به، أما إن كان هناك ضرر منهم ولا يؤمن منهم فلا تجوز الاستعانة به. زي مسألة حرب الخليج مثلا، الحقيقة كانت حرب الخليج دي من الفتاوى يعني أو من المسائل العسرة التي امتحن بها العلماء، غفر الله عز وجل للجميع. نقلت الصورة للبعض بطريقة مختلفة، ربما وأفتوا بالجواز، والحقيقة أن كان الأصح عدم الجواز، وهو حضور جيوش الكفار ونزولها في بلاد المسلمين لقتال يعني صدام حسين والجيش العراقي ونحو ذلك، كان هذا في الحقيقة يعني من الأمور السيئة جدا التي بعدها ما قامت لبلاد العرب والمسلمين قائمة. أسأل الله العفو والعافية. هنقف على الحديث 15 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.